عمرو حدد ميعاد فرحه واقنع انكل ابراهيم انه ياجل فكره سفرك، يعني تقريبا كده انكل ابراهيم وافق. حلو. طب والله انكل ابراهيم ده طيب جدا. اقول لك على حاجه، انا اصلا حاسه ان هو كان بيعمل كده عشان يضايقك وخلاص. عمرو لا، انت تعملي له تمثال. اه بجد صوتك وحياه ربنا. ايه الهبل ده؟ حدد ميعاد فرحه امتى؟ بعد 3 شهور. لا طبعا عمري ما هوافق على حاجه زي دي. ازاي يعني اقضي حياته مع الحيزبونه دي كمان؟ ده ما بيطقش يبص في وشها. على فكره عشره مش صغير، واكيد هو عارف بيتصرف ازاي مع اخوه. بالظبط. مين قولي بتاكل لبان بالنع دي؟ بتاكل القش؟ هي رايحه فين؟ بتكلم مين اصلا؟ معرفش بس عايزه اعرف. الو؟ مفيش، انا لسه جايه عند جميل انا والبنات. لا فاكره متقلقش. ماشي باي. ساعات بنغير رأينا في حاجات أو في أشخاص، مش عشان إحنا أشخاص مترددين، بس عشان ساعات بنكتشف جزء كده صغير في شخصيتنا. ساعات بيبقى عايز الحاجة وعكسها، أو ساعات بيبقى عايز الحاجة بس بيعاند، أو ساعات ما بيبقاش عارف هو عايز إيه أصلاً، بس بيفضل يغير في رأيه. يمكن يوصل لحاجة أو يمكن ما يوصلش. المهم إن إحنا نفضل نحاول نكتشف الجزء المستخبي في شخصيتنا ده، يمكن يوصلنا لحاجة. يمكن أنا اكتشفت إني ممكن أكمل حياتي مع حد تاني غير اللي كنت بحبه. اكتشفت إن اللي بحبه هو نفسه اللي بيدعمني ويشكر فيه عند الشخص الجديد اللي بيحبني. اكتشفت إني ممكن أتحب بطريقة تحببني في نفسي من تاني أكتر. أيوة مهم. المهم إن إحنا نفضل نحاول لحد ما نكتشف الجانب المخفي في شخصيتنا. يمكن في يوم يوصلنا لحاجة.